أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
فينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على يتوكلون إنما سلطانه على إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين.